أوراق جديدة على الشجرة موز، انظري. والعديد من الأزهار الوردية اللون. هذه تدعى أزهاراً؟ نعم، ها قد عاد الربيع أخيراً. مرحباً بلبل. مرحباً. الربيع، ألهذا نستطيع سماع تغريد الطيور بلبل؟ أجل، إنها صغار الطيور. طيور جائعة. الربيع هو الوقت الذي تتكاثر فيه الحيوانات ويبدأ كل شيء بالنمو، وسأقوم بزراعة البندورة. هل البندورة موجودة هنا؟ نعم، أعتقد ذلك. لابد أنها صغيرة جدا جدا جدا. حتى هذه اللحظة لا تزال بذورا، لكني أتمنى أنها ستنمو لتصبح بندورة، وبحلول الصيف سيكون لدينا بندورة ناضجة لنأكلها. أتمنى لو نتمكن من زراعة الشيء. يمكنك الحصول على بعض بذور البندورة إن أردت. حقا؟ شكرا لك يا بلبل. لكن أولا نحتاج إلى أوعية لنزرع فيها البذور. سنجد بعضا منها. نعم. حسنا، شكرا. موزة، تعتقدين بأنني سأنمو إذا جلست في وعاء؟ لا، أنت لست بذرة يا لوزة. ظريف يحب فصل الربيع، ويبدو أنه سعيد جداً اليوم. يا حلاوة الدنيا يا... كنت أعرف، كان إحساسي صادقاً. هيا يا أصدقاء. لولو. سوسو. مرحباً ظريف. مرحباً ظريف. أهلاً بكم، لدي مفاجأة. جاء الربيع. حقاً؟ الربيع؟ أين؟ إنه في كل مكان، الربيع يحيط بنا. كيف عرفت؟ ظهرت أوراق جديدة على الأشجار، الطقس أصبح أدفأ، وانظروا، نبتتي بدأت تنمو. ليست كبيرة بما يكفي. وليس عليها أزهار. طبعاً هذا لأنها بدأت تنمو للتو، كانت نائمة لوقت طويل، وبعد أن ذهب الشتاء، استيقظت. مرحباً، مرحباً يا نبتة. أنا أحب الربيع. نعم، وأنا أحبه. هاي، أتعرفون؟ الربيع يجعلني أشعر بالرغبة في فعل شيء. أي نوع من الأشياء؟ لا أعلم، شيء ممتع. أنا سأخبركم كإقامة حفلة. نعم، سوف نقيم حفلة. من سيقيم حفلة؟ حسناً، أنا أقصد نحن. نعم، فكرة ممتازة. فكرة حفلة ربيعية، ولن تكون حفلة عادية، بل ستكون حفلة تنكرية. ممتاز. ما هي الحفلة التنكرية؟ تعني أن تتأنق يا سوسو وترتدي زياً مميزاً. ياي، في حلاوة. أجل، والزي يجب أن تكون له علاقة بفصل الربيع. لا أدري ماذا سأرتدي. وأنا أيضا. أنا سأبحث في صندوق ملابسي عن شيء، أتمنى لكم التوفيق، مع السلامة. بإمكاننا أن نرتدي. لازلت لا أعرف ماذا سأرتدي. وأنا مشكلة. أنت ترسم بشكل مدهش بلبل، أنت فعلا فنان. هل هذا يكفي؟ أعتقد ذلك. هاي، أنتما تختبئان هنا؟ أحضرت وعاء آخر. رائع، عليكما ملأهما بالتراب. حسناً. إنه فصل الربيع عند حركوش أيضاً، ولكن كيف يمضيه؟ ما أجملك. أنت زهرة جميلة فعلاً، ألوانك زاهية، خضراء،
حمراء وصفراء. ناعمة وجميلة. رائحتك زكية أيضا. سأبحث لك عن مكان جيد. والآن أين أضعك؟ أين أضعك؟ هنا بجانب النافذة لتري الشمس. ما أجملك. أسمع صوت العصافير. هل تنفع هذه بلبل؟ أجل، إنها جيدة. هل ملأتموها بالتراب؟ أجل فعلنا، تراب كثير. جيد. الآن اصنعا حفرة لوضع البذور فيها. لقد قمنا بذلك. ممتاز، يبدو أنكما تعرفان كل شيء عن الزراعة. سأدعوكما الصديقتين المزارعتين. أجل، المزارعتان. أجل. نعم، وهذه مزرعة الصديقتين. أجل، أجل. حيث تنمو أفضل بندورة في أرض التوت. والآن هناك، ضع الأوعية في مكان مشمس ولا تنسيا ريها كل يوم. أجل. وبعد ذلك يمكننا أن نلعب لعبة المزرعة. عارف، يمكننا بناء قن دجاج وإطعام الدجاج. هيا. فراخ الطيور تشكل جزءا كبيرا من فصل الربيع. أخبرني ماذا يحصل في فصل الربيع؟ دعني أفكر. عرفت، تولد صغار الحيوانات. يمكننا أن نكون صغار حيوانات إذن. لكن مثل ماذا؟ سيسان. فكرة. أنا سوس. طبعا يا سوسو، لكن أنا من اقترح الفكرة. أجل، ولكن السوس صغير ويناسب سوسو. فكري بشيء آخر فوفو. حسنا، انتهينا من مشكلة واحد فينا. أنا سوس صغير. أنا سوس. تقريبا يا سوسو، لكن عليك أن تتنكر. في زي أصفر وناعم وبريش. يا سلام. لقد وجدته. عين. انتظروا. يا حلاوتي الدنيا. ماذا وجدت يا ظريف؟ لم أجد شيئا فوفو. لا شيء في صندوقي يناسب فصل الربيع. سنفكر في شيء. الكثير من الريش الأصفر الناعم. ما رأيكم أصدقائي؟ سوسو سيكون صوصا صغيرا. ممتاز، فكرة مدهشة. صوص صوص. تبدو رائعا. هذه تبدو قصة جيدة. صديقتي اقرأها بلبل. سأقرأها. في أحد الأيام كانت ياسمين ووالدها ووالدتها يتحدثون، فطلبت ياسمين من والدتها بعض البذور لتزرعها في الحديقة وقالت أرجوك، لكن والدتها رفضت الفكرة. وفي اليوم الثاني ذهبت والدة ياسمين للتسوق فشاهدت قسم البذور وتذكرت ما طلبته منها ياسمين، فتناولت بذور عباد الشمس لتقدمها لابنتها كهدية. وضعت الأم البذور على الطاولة ثم خرجت وأطفأت الأنوار. وعندما دخلت ياسمين قالت: هاي، أين الجميع؟ فجأة أضاء والدها ووالدتها الأضواء بسرعة، فشاهدت البذور على الطاولة وقالت: شكرا لكما، شكرا لكما. زرعت البذور في حديقتها، وعندما جاء الربيع حصلت على زهور عباد شمس جميلة. هذا الماء لتشرب أيها الصوص. أجل، وهذا طعام الفراخ لتأكل. الآن ستصبح كبيرا وقويا. بالطبع. ما هي الحيوانات؟
الحيوانات الأخرى التي تولد في الربيع بلبل؟ دعيني أفكر. الحمل. نعم، الكثير من الحملان تولد. حسناً، لدينا لعبة بشكل حمل في مكان ما، سوف أحضرها. ولكن كيف نعتني بالحملان يا بلبل؟ حسناً، في بعض الأحيان تستطيع الأم أن تعتني بها، لكن إن لم تستطع سترضعينها الحليبة من السشاشة. أمر ممتع. أتساءل ماذا يرسم بلبل؟ إنها دودة ربيع. لا. ماذا إذن؟ إنه حمل ربيعي صغير. صحيح. هذه فكرة لزي حفلة تنكرية. تبدو مهلا فعلا يا سوسو. أجل. لدي فكرة. لي أم لك؟ أخبرني. في الحقيقة إنها لي. سوف أرتدي زي حمل. نعم، الحملان حيوانات ربيعية. معظم الحملان يكسوها الصوف الأبيض، صح؟ لدي قبعة صوفية حمراء وكنزة صوفية زرقاء. لم أرى حملا أحمر أو أزرق. أنا لدي شيء يمكنك ارتداءه. ترى ماذا ستحضر فوفو الآن؟ ها هو. شكرا يا فوفو. أقصد ماء. ستكون حفلة رائعة، رائعة فعلا. لوزا، قولي لي، هل بدأت بالنمو؟ لا لوزا، تحتاج وقتا. كيف تزرع أزهار النرجس البري؟ حسنا، إنها لا تنمو من بذور بل تنمو من أبصال. حرقوش لديه نرجس بري. هل يمكننا رؤية حرقوش مرة أخرى؟ أرجوك. بالطبع. ما أجملك، أنت زهرة جميلة جدا. ألوانك زاهية، خضراء، حمراء وصفراء. ناعمة وجميلة. ورائحتك زكية. سأبحث لك عن مكان جيد. والآن أين أضعك؟ أين أضعك؟ هنا بجانب النافذة لتري الشمس. ما أجملك. ما هذا؟ أسمع صوت العصافير. أنا أحب العصافير أيضا. مدهش أيها الحمل، لقد شربت كل الحليب، رائع. إنها شجرة جميلة، لكن لا يوجد عليها أوراق. هذه قصة شجرة. كانت الشجرة كبيرة وعاشت فصولاً كثيرة، لكن فصلها المفضل كان الربيع. سألتها لماذا تحبين الربيع كثيراً؟ قالت: الكثير من الأشياء تحدث في الربيع. ونشرت الشجرة الكبيرة أغصانها وحدثتني عن الربيع. أولاً يكون الجو شتاءً ولا تملك الأشجار أوراق، ثم يوماً بعد يوم يصبح الجو دافئاً وتبدأ الأزهار بالنمو واحدة بعد الأخرى. وأضافت الشجرة: ثم تأتي العصافير وتبدأ ببناء الأعشاش، وتفقس العديد من أطفالها في هذه الأعشاش، وتنمو الأوراق في كل مكان، وأخيراً تخرج صغار الحيوانات للعب. عندها تعلم بأن الربيع قد جاء، قالت الشجرة: أحب الربيع. مرحبا أيتها المزارعتان. أهلا. الآن ستحتاجان القبعات. شكرا بلبل.
لما سنحتاج القبعات؟ حسناً، الجو يصبح أدفأ وستمضيان الوقت في الحقل، ستحميكما من الشمس. هذا صحيح. ما الأعمال الأخرى التي يقوم بها المزارعون؟ حسناً، إنهم ينظفون البركة. لنقم بتنظيف البركة. يمكن لهذا أن يكون بردة، وهذا ضفدع. ضفدع، هذا يعطيني فكرة جيدة يا موسى. لقد أعطيناه فكرة جيدة. هذا رائع رائع. هذا جيد لأنني سأتحدث مع الضفدع. هيا أيتها المزارعة موزة. أجل، كأنني أرى فوفو ضفدعا. ربما أتنكر بزي شجرة. ارتدي سترة بنية وقبعة خضراء. نعم، قد أكون شجرة تفاح. سيك، هل تفاح عليها؟ لا سوسو، التفاح ينمو في فصل الصيف. في الربيع شجرة التفاح تحمل أزهاراً، أزهاراً بيضاء جميلة. ما رأيك فوفو؟ 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 لقد ذهبت. نعم، لم ألاحظ ذلك. تعبت. أنت ضفدع الرائع. أنت ضفدع رائع فوفو. نحن مستعدون للحفلة. لكني لست مستعدا للحفلة بعد. لحظة يا أصدقاء، هل من اقتراحات بالنسبة لزي؟ انظرا، صنعت بيضتين. هذا عمل آخر يقوم به الفلاح، إنه يجمع البيض. من أين يأتي به؟ من الدجاج طبعا. ممتاز، هيا بنا نجمع البيض. هيا. خذا استراحة. فلنستمع لقصة نعنوش. في أحد الأيام كان نعنوش يتفقد حديقته، وقرر بأنها تحتاج لمزيد من الزهور، لذلك ارتدى قفازاته وبدأ بري حديقته. هيا أيتها النباتات الصغيرة، اكبري اكبري. شاهدت البومة نعنوش وذهبت لتخبر النملة. كل من النملة والبومة تعرفان بأن على الواحد منا أن يزرع البذور والأبصال أولاً لتنمو الزهور منها، لذا قررتا أن تمازحا صديقهما. في منتصف الليل تسللتا إلى حديقة نعنوش وزرعتا العديد من البذور. في الصباح التالي ذهب نعنوش إلى حديقته مع وعاء الري، وشاهد البومة والنملة تسيران في طريقه، فقال لهما: صباح الخير. فأجابت النملة: صباح الخير يا نعنوش، هل تعاني من مشكلة في نمو أزهارك؟ أجل، أنا أقوم بري التراب لكن لا ينمو أي شيء. فقالت البومة: أولاً لا تضحك، هل جربت رقصة نمو الزهور؟ فقال نعنوش: رقصة نمو الزهور؟ وما هذا؟ فقالت النملة: يجب أن تقفز للأعلى وللأسفل على رجل واحدة ويداك في الهواء وتغني اكبري أيتها الزهور. أحقاً؟ لذا فعل كما أخبره. فعلاً لن تشاهد منظراً مضحكاً أكثر من فرس نهر يقفز للأعلى وللأسفل وعلى رجل واحدة. بدأ نعنوش مضحكاً جداً بالفعل، لكنه تبع خطة صديقتي ورقص في كل صباح قبل ري التراب. وبعد عدة أسابيع كانت حديقته مليئة بالزهور الجميلة. في النهاية أخبرت البومة والنملة نعنوش كيف قامتا بزراعة البذور،
لكن حتى هذا اليوم في كل ربيع يمكنك أن ترى نعنوش يرقص رقصة نمو الزهور ليجعل زهوره تنمو. لقد عملنا كثيراً اليوم. أجل، لقد اعتنينا بالفراخ. نعم، وأطعمنا الحملان وزرعتما بعض البذور. أجل، أجل. ونظفنا البركة. والآن نحن مراهقتان جداً. نعم، جداً. حينما يأتي الربيع تزهر الأزهار، تزهر الأزهار وتنمو الثمار، وتفقس الطيور يغرد الشحرور. في فصل الربيع زهور وطيور، إنه الربيع فصلنا البديع، إنه الربيع فصلنا البديع. يا لها من أغنية جميلة. شكرا بلبل، نحن نحب الربيع. نعم، ونحب أن نكون مزارعات. نحبه جدا. حسنا، أنتما مزارعتان ممتازتان. حقا؟ بالطبع، انظرا إلى بذور البندورة. انظري إلى هذه النبتة. لقد نمت لوزة. ما أحلى الربيع، كل شيء ينمو في الربيع. رائع رائع، أحب الربيع. أتساءل كيف يسير أمر حديقة الأصدقاء. أنا جاهز. جاهز؟ رائع. شكرا لكم يا أصدقاء. هل تعلم أي نوع من الأزهار أنت يا ظريف؟ طبعا أعلم لولو، أنا نرجس بري. لقد صنعناه بشكل رائع. ألاحظ ذلك، أنتم أذكياء جدا يا أصدقاء. هل يمكننا إقامة الحفلة الآن؟ عبيت 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 سيك 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 سيك. هاي يا أصدقاء، كيف هو صوت النرجس البري؟ إنه لا يصدر أي صوت، لكنه يا ظريف يتميل مع النسيم. حقا هكذا؟ أجل. ستكون حفلة رائعة، هذا أكيد. هل يمكننا القيام بحفلة تنكرية الآن؟ أجل بالطبع. تريد أن نقيم حفلة؟ وبت 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 وبت.